كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بحماية حقوق العملاء ستدخل حيز التنفيذ خلال رمضان المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل لشرح مواد وأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة. التقرير التالي يحكي تفاصيل هذه اللائحة. ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، أكدت إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن لائحة حماية حقوق المسافرين ستدخل حيز التنفيذ رمضان المقبل. سبق ذلك إنشاء إدارة حماية العملاء تماشيا مع توجهات منظمة الطيران ICAO التي وضعت مجموعة من المبادئ التي تعطي الحق للمسافرين بالرعاية في حال تأخر أو إلغاء الرحلات أو فقدان الأمتعة أو تلفها، وكذلك حق الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني سباقة في ذلك لتحقيق التوازن بين حقوق الناقل الجوي والمسافر، وتعتبر إدارة حماية العملاء هي صاحبة الاختصاص في تطبيق وتفسير أحكام هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ والإشراف على تنفيذها، وهي نقطة الوصل بين الناقل الجوي والمسافر، إذ يتم تطبيق أحكام هذه اللائحة على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنيا أم أجنبيا. وتختص إدارة حماية العملاء بتسليم الشكاوى ضد الناقلين الجويين من العملاء فيما يدخل في نطاق الحماية، ومراجعة الشكاوى وتحليلها، ومساعدة العملاء وشركات الطيران في حل الإشكالات المرتبطة بحماية العملاء بناء على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، ومتابعة تنفيذ الناقلين الجويين لأحكام لائحة حقوق العملاء والتحقيق في شأن المخالفات والشكاوى وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة داخل الهيئة. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق الدكتور إبراهيم العبادي. الدكتور مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخي خالد والمشاهدين الكرام. شكرا لتواجدك معنا. أسألك عن هذه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء اللي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني، كيف شفتها؟ طيب أنا قبل ما أتكلم عن اللائحة نفسها أتكلم عن كيفية إبراز هذه اللائحة للمستفيدين اللي هم العملاء الطيران، خطوط الطيران. الآن لما تيجي تروح أي مطار من مطارات المملكة العربية السعودية ويكون في إشكاليات في من شركات الطيران، أين يتوجه هذا الشخص؟ طيب. ما نجد هيئة الطيران المدني ليس لديها مكاتب بارزة في المطارات، وهي مسألة مهمة يجب أن تضع هيئة الطيران المدني قبل أن تتكلم عن هذه اللائحة، لأنه في لائحة سابقة لائحة حماية المستهلك كانت موجودة هذه ستحل مكان الأخرى. قبل ذلك نحن نحط لوائح ونتكلم كلام كثير ونحط نزين كلام يا محلاه، لكن نيجي في التطبيق، نبغى تطبيق، أهم شيء التطبيق. أنا لما أجي وأشوف أن رحلتي متأخرة أو ضاع عفشي أو ألغيت رحلتي أتوجه فين؟ يعني سيبك أنه كشخص مثلا يعرف قانون الطيران أو يعرف الأمور هذه كلها، الأشخاص العاديين المسافرين العاديين ليس كلهم متخصصون في هذه الأمر، يجب أن تبرز حقوق المسافر في أماكن شركات الطيران في لوحة كبيرة، ويجب أن يبرز أيضا مكاتب هيئة الطيران المدني تكون واضحة للعيان، تلقي الشكاوى، وحدة تلقي الشكاوى في الطيران المدني موجودة في المطارات، المفترض أن يكون هذا الكلام. أنا أعطيك كمثال، اليوم مثلا يعني جاني خبر أنه في رحلة مثلا من رحلات 1469 هذه الرحلة تأخرت يمكن 3 ساعات، لسه قبل ساعتين ثلاثة تأخرت 3 ساعات، الناس صاروا يدوروا على يتوجهوا لمين، هذه متجهة كانت من المدينة إلى جدة أكثر من 3 ساعات ما يقارب 4 ساعات متأخرة، لمين يتوجهوا؟
إيش عملت هيئة الطيران المدني؟ ما هو دور هيئة الطيران المدني في مسألة الإشراف على هذه الشركات؟ هذه الشركات إذا لم يكن هنالك تفتيش دقيق عليها ومراقبة على هذه الشركات لن تعمل بهذه اللائحة، ستكون حبرا على ورق. طيب بس دكتور، صحيح أن اللائحة نصت، أنا أقول لك اللائحة إبراهيم، بس اللائحة تنطبق. نعم. بس عشان نستوعبها لك اللائحة، بس خليني أقول عن النقطة. لا لا طيب، عشان مرة واحدة تجاوبها في ثنايا. نعم. كلامك، اللائحة هذه تطبق على شركات الطيران السعودية، يعني خطوط السعودية وشركات طيران ناس ونسمة والخليجية السعودية، شركات طيران والجاية بعد، ولا حتى يمكن تطبق هذه اللائحة حتى على الطيران يعني الدولي اللي يتواجد عندنا في مطاراتنا؟ نعم، أي طيران يستخدم مطارات المملكة العربية السعودية ستتخذ معه كافة الإجراءات الموجودة في اللائحة، لائحة حقوق حماية حقوق العملاء هذه الجديدة، سواء كان قادما أم مغادرا من مطارات المملكة العربية السعودية. طيب خلينا نرجع نقول أنه يعني أنبه حقيقة جميع عملاء شركات الطيران في المملكة العربية السعودية، يجب عليهم أن يبادروا إلى الشكوى، يجب على كل شخص أن يعرف حقوقه، يجب أن يبادر ويدور على مكان يشتكي، لأنه نصت اللائحة في ثناياها في موادها أنه يجب على العميل أن يتقدم بالشكوى، فبالتالي لن تتحرك الهيئة الطيران المدني أو وحدة حماية حقوق العملاء وحدها، يجب أن تتقدم أنت بشكوى. لكن أيضا كثيرا نشوف، نحن نعرف شركات طيران كثيرة موجودة في الساحة تؤخر طيرانها، مثلا تؤخر يعني الأمتعة، أو مثلا قد يتأخر الشخص إلى يومين أو ثلاثة أو أربع أيام، ثم بعد ذلك لا نجد من يحاسب هذه الشركات. صحيح أن اللائحة الجديدة نصت على أنه يجب على شركات الطيران أن تقدم تقارير شهرية عن حالات التأخر وحالات رفض الإركاب، هذه أمور كلها يعني. نعم. قد يأتي شخص من الشركة ويكون مختصا في عمل تقرير ما شاء الله بارز وحلو ومنمق ومرتب ومحطوط في ملف فاخر ويقدم للهيئة. صحيح. ما ينفع الكلام. طيب هذا دكتور، صدقني يا أخي الكريم والمشاهدين الكرام يعلمون هذا الأمر، إذا لم يكن هنالك رقابة، شوف إذا لم يكن رقابة ورقابة مشددة لن يتطور الطيران في المملكة العربية السعودية. نحن رائدي الطيران في المنطقة، ثم بعد ذلك نتخلف الآن إلى المراتب الأخيرة في على مستوى العالم، هذا غير معقول وغير مقبول إطلاقا. نحن وفق الرؤية 2030 يجب أن نكون رائدي الاقتصاد العالمي، رائدي الاقتصاد العالمي لن يكون بالمحاباة، المحاباة هذه يجب أن تلغى إطلاقا. هنا مصلحة مهمة، وهو مصلحة الوطن فوق كل شيء، يجب أن نتخذ الإجراءات، سواء خطوط سعودية حتى وإن كان ملكتها الحكومة جزء، ملكتها جزء منها في بعض شركاتها، أو ملكتها كقطاع كامل حتى وإن كانت الحكومة. من يتولى هذا المنصب في الخطوط أو في أي خطوط طيران يجب أن يحاسب محاسبة دقيقة، لأن هذا المال مال الوطن، مال الوطن مسؤول عنه الجميع. ومن شكرا لك دكتور. نعم، ومن لا يتعامل معه بأمانة وجدية يجب أن يحاسب. شكرا لك دكتور إبراهيم الأبادي، عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقا. يعني مشاكل المسافرين معروفة دائما، تأخر أو إلغاء الرحلات أو فقدان العفش والأمتعة، وإضافة للتقصير في خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم. أضم صوتي لصوتك، هذه اللائحة جيدة يعني بنقاطها اللي ذكرتها، لك يجب أن تطبق بصرامة على الجميع، وأول من تطبق عليهم هي الخطوط السعودية. إذا طبقت الخطوط السعودية ستطبق على باقي خطوط الطيران، وأهيب هيئة الطيران المدني وأضم صوتي لصوتك أنه يكون هناك فعلا مكاتب واضحة للشكاوي. أمر أخير بس قبل ما نطلع الفاصل، حنا أحيانا نشجع شركات الطيران أنها تتمادى، عادي تأخر رحلة ساعة ساعتين لأن ما نعرف حقوقنا، لكن لو عرفنا حقوقنا طلبنا بحقوقنا سينصاعون بالتأكيد. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم.